اشبه شارد حديد اليمامة، صورة طبق الأصل، صورة طبق الأصل من شارد حديد اليمامة. وبالمناسبة التنين نزلوا في حقبة زمنية واحدة، والله العظيم نفس شارد حديد اليمامة. روحوا بالله شوفوا حديد اليمامة، هتلاقوا انه نفس الرسم البياني تقريبا. طيب هذا كان قمة اللي سحبنا منها الترند 27.5، 27.50، والأدنى قلنا 10 ريال. طيب وهذه 10 ريال بالضبط. ما شاء الله. ال 16.70 كانت ال 38 فيبو، 17.86 متوسط 50 يوم على الشهري. أين بدأت قوة سهم لازوردي في الرسم البياني؟ هنا. هذا اللي دخل لازوردي المنطقة دي، دخلت لازوردي في الشمنكحول. خلاص هذه المنطقة الآن، هذه المنطقة الآن ليست منطقة بيع، هذه منطقة مفروض تكون منطقة مناورة، تبدأ من 16.70 إلى 15.75. يعني لازوردي لما يدخل من 16.70 إلى 15.70 هو دخل في منطقة تعتبر بالنسبة لنا، ونحن ننظر في السهم من بعد نجد أنها هي أهم منطقة دعم، هنعتبرها مستويات اختبار لمقاومات سابقة تم اختراقها أدت إلى دخول سيولة دفعت السهم إلى الوصول حتى 78 فيبو من الموجة. طبعا يا شباب مو ضروري انه ينزل السهم في وسطها، ولكن انا بقول الان لو واحد طل في الرسم البياني كده فهو عارف انه لازوردي لو نجح، يعني ما ارتد الايام دي، ما كسر 16.70، هو قيده وصل لدعم جيد، يعني معناها انه السهم مهيئ يرجع يرتد. لكن لو كسر 16.70 نقول ممكن يلعب منها الى 15.70 وشوف يطيح في يطيح عند الدعم ده ويقعد، يا انه يرتد مره ثانيه بسرعه، يا يعني ياخذ له فتره يجمع مره ثانيه ويصعد. تمام، هذه من اهم الدعوم الاستراتيجيه الان. اما ماذا لو كسر 15.70؟ افا هنا تبدا ايش، هنا يبدا المغص، وهنا يبدا شغل البزرمطي. كيف ترجع انت تفكر تكسر الترند هذا؟ كيف بترجع تفكر تخرب ام الهرجه؟ يعني بصراحه بيني وبينكم، والله يا جماعه الخير ترى كثير من الاسهم الان ترى شوفوا كمان عنده ترند بهذه الطريقه. شوف والله هو ترى يا جماعه السهم ده ما ارتد من منطقه عبثيه او ما وقف في منطقه عاديه، وقف في منطقة الدعم، كرم نفسه هنا لأنه هنا ترى بدأت القوة. شوفوا الشمعة دي من حقت شهر سبتمبر، هو صحح موجة سبتمبر كلها. بدأ في سبتمبر من فين؟ الافتتاح حقه في سبتمبر كان، اللهم صل على سيدنا محمد، كان الافتتاح من منطقة 16.8. يا الله، اليوم السهم 17.50، الأدنى خلال الدعكة دي 17 ريال. يعني يا رجل الآن كأنه هو محترم قاعدة نظرية 3-5-7، يعني هو محترم نظرية 3-5-7 إلى الآن على اليوم. شوفوا من يوم ما طلع ثلاثة زي فتاحي، والله نفس فتاحي سبحان الله. اليوم كنت أحلل لأحد الأخوات في الروم سهم فتاحي، نفس القراءة بالضبط، والتنين في نفس القطاع، نفس الفكرة، كلهم قريبين دعوم مهمة. أهم شيء قلنا في افتتاحي ما يكسر 16.40، وهنا نقول أهم شيء في لازوردي ما يكسر 15.70. هذا شارت شهري. طيب لو حولناه على اليومي نشوف اليومي كيف رسمته على اليومي.
رسمته على اليوم تقول، طبعا واضحة السلبية على اليوم واضحة ما فيها كلام، انزلق السهم من هنا بكسر متوسط 50 يوم وكسر القناة الهابطة الأولى. طيب بكرة إذا ارتد السوق أين مقاومة لازوردي؟ لازوردي عشان يرجع ده فوق القناة المكسورة يعني لازم يخترق 19، ومتوسط 50 يوم 19.50، ومنطقة 50 فيبو 18.75. فعشان نختصر الفيلم فنقول إذا ارتد لازوردي في ارتداد مضاربي أين أهم المقاومات؟ هذه المنطقة، تبدأ من 18.75 إلى 19.50 بس، أكثر من كده ما نقدر نقول إنه في شيء إيجابي. الإيجابية تكمن فين؟ إنه سهمكم يعطيكم إشارة خضراء فيقتحم القناة ويعود فوق المتوسط 50 يوم، يعني لازم يخترق 19.5. لو اخترقها الله أكبر، خلاص حط في ظهرك 19 وقول أبغى 20.80، أبغى 22 مرة تاني، بس لا تحلم بأهداف بعيدة إلين تخترق القناة الهابطة من القمة قريب 22 ريال. خلاص يا راعي لازوردي، إن شاء الله تكون أخذت فكرة جيدة استراتيجية وأخذت فكرة جيدة مضاربية.